8 شهور بنعاني خارج ملعبنا، 8 شهور هزيمة عار، أقل ما يقال عنها إن هي عار. وأنتوا النهاردة صغار في أرضية الملعب، أنتوا النهاردة كان على طول المنظر ده عامة والصورة دي على طول قدامي وقدام اللعيبة كلها مش أنا لوحدي. تعهدنا كل اللعيبة وفي الملعب وعدنا الجمهور إن إحنا نجيب البطولة. ثم تابعوا تغير اخر في الجهاز الفني، وبعد كده في اخر البطوله كان في تغير ثالث في الجهاز الفني. لكن انا دايما برهن على اللعيبه اللي موجوده، وسبحان الله يمكن رغم التغيرات الكتيره ديت او المش معتاده، لكن كان ظروفها وتوقيتها كان في صالح الاهلي او في خدمه الاهلي. واحد عارف ايه المطلوب منه بتعمل، وبيحاول يتأقلم بسرعة مع فكر المدرب الجديد اللي كان متواجد. بس انا يعني بقول حتة ان الثلاث مدربين، يمكن الكابتن يوسف مش غريب على الفرقة ولا غريب على النادي، يعني ممكن يكونوا بس اتنين مدربين اللي هو طبعا لاسارتي وبعدي فايلر. هي دي اللي النظام، كل واحد كان ليه طريقة وليه نظام مختلف. بطولة أفريقيا مش محتاجة إن يكون في عدم استقرار، هي بطولة روح، أو بطولة أنت عايز تاخد البطولة ولا لأ. إحنا كنا ماشيين في ضلمة بعد ماتش صن داونز، بس شايفين نور بعيد، يعني شايفين نور بعيد قدامنا، هو ده البطولة اللي إن شاء الله ناخدها وهنروح لها إن شاء الله. هو لما جاء حط يعني شاف إيه اللي كان ناقص الفرقة واشتغل عليه. أوكي من أول البطولة لآخر البطولة اللعيبة ما كانتش عندها يعني 1% ان البطوله دي مش بتاعتنا. اللعيب في النادي الاهلي عليه عامل كبير، يعني هو العامل الاكبر في المنظومه. طول ما هو مركز، طول ما هو محدد أهدافه، طول ما هو بيشتغل بكل قوة وعايز يعمل تاريخ واسم لنفسه، ده بيفرق جدا. في الكرة عامة إن لما يكون في مدرب جديد كل واحد بيبقى عايز يثبت نفسه، كل واحد عايز يطلع احسن حاجه جواه عشان يلعب اساسي. ان الراجل ده جاي ما اعرفش حد، ما اعرفش فلان من وليد من فتحي مش عارف مين، ما اعرفش، هو الراجل جاي عايز يشوف الاحسن ويحط قوام للفرقه ويبقى فيه اساسيين. ده الحافز اللي بيديه لنا احنا في الناشئين، ان انت بتخسر بطوله الناشئين بتبقى زعلان على البطوله اللي خسرتها، فما بالك بقى بطوله افريقيا. انا ما ببصش غير البطولة، احترم الخصم لكن ما ببصش غير البطولة.
النادي الاهلي لازم تدافع على الوان النادي الاهلي، ما عنديش مشكله نلعب مع الفرق التونسيه ولا اي فريق اخر، هذا العمل نتاعي لازم نعمله على اكمل وجه. احنا كلعيبه كان عندنا امل في بطوله افريقيا دي بالذات، احنا كنا شايفين ان احنا قريبين وقلنا من اول البطوله ان احنا هنحارب عليها لاخر يوم. مهم قوي ان انت تاخد اعلى عدد من النقاط في التوقيت ده. كل ماتش وله ظروفه وكل مرحله في بطوله افريقيا بتختلف عن الثانيه. وكل سواني يشهر الورقه الحمراء بتاكه حمراء في وجه العبراني. احساس صعب، يعني احساس صعب، انت ما عملتش حاجه، يعني هو اصلا شعور لا ارادي، انت اصلا انا حطيت ايدي لقيت اللاعب بيقع. هذا هو ايمن اشرف يطرد الاهلي. انا بيني وبين نفسي اللي قلتها ان انا هحاول اشيل الخط كله، يعني اللي هو مش وقت ان انا اشوف غلطات، يعني لو صاحبي غلط او زميلي غلط في الملعب مش هنتناقش. يعني بيني وبين الجمهور كده حاجه دايما، يعني بيحب يضغطني في الملعب، لكن انا كنت متعود على كده وبحب كده. يعني انا طول ما يعني الحمد لله بلاقي ناس من بره ضدي كتير جدا او بتهاجمني، بلاقي لا في باور زياده عندي وببقى مركز ان انا اعمل حاجه عشان يعني الناس دي ما يعني بلغه الكوره بسكتهم يعني بالاداء. يعني انا بقالي سنه مصاب، لحد السنه دي انا عمري ما اتصبت، يعني حتى الكابتن حسام غالي كان مقابلني قريب قال لي انت ما كانش بيجي لك برد. في مباراه عملت ليها خلل شديد قوي في ترتيب المجموعه، عملت لنا صعوبه ان انت تصعد اصلا، يعني الناس ممكن ما تفتكرهاش، هي مباراه بلاتينيوم وبالتحديد يوم 11 يناير 2020. حياتي ان انا لبست تيشيرت النادي الاهلي طبعا، والماتش اول ماتش افريقي ليا كان ماتش بلاتينيوم. يعني كنت كانش في رهبه ولا حاجه، يعني عادي الدنيا تمام ونازل بس كان بقى بعد الماتش الدنيا تربكت معايا، لان كان في الكره اللي ضيعتها ديت في اول الماتش. لازم بنزل بلعب مصلحه للفرقه وللنادي، فطبعا انا نفسي كل ماتش بنزل واجيب جون، طبعا دي حاجه دي تبقى حاجه بتضيف لي انا وبتضيف لي زمايلي طبعا. Important goals in the match against Etoile was a great feeling in front of the fans, you know, because at the end we won 1-0 and the goal was enough for us to qualify to the next stage. It was a great feeling, you know. I keep checking at the match and after the game I keep looking at the goal, and it's not the goal that is important but the qualification of the team, you understand. It's one thing to score and one thing to qualify, you understand, but at the end when we qualified and it was in the front of our fans, I was very happy. احنا عارفين من قبل ما نروح من سفر السودان ان الماتش هيكون صعب،
السودان عايز يصعد وانت عايز تصعد والنجم عايز يصعد، المجموعة بقت صعبة جدا. الأجواء دي احنا مرينا بيها قبل كده كتير جدا، ما اتذكر يعني 2011 12 حصلت احداث في مالي، كان معانا مستر مانويل وبعدين رجعنا الراجل ما كملش وكمل كابتن حسام وكملنا خدنا بطولة 12. يعني احنا متعودين على الـ على الـ على الاحداث دي، لكن هي الفكرة كانت اللعبة الجديدة واللعبة الصغيرة اول مرة يتحطوا في مواقف زي كده. انا بصراحه كنت خايف جدا، يعني انا من اللعيبه اللي كنت خايف، ما كنتش كنت خايف يحصل مشكله تانية. حتى لما معظم اللعيبه كنا ما بنحاولش نكلم بعض في الحاجات دي عشان انا خايف ما انقلش لزميلي الخوف بتاعي. الجمهور هناك يقول لنا خلاص احنا هنصعد وانتوا الاهلي بره المجموعه بره افريقيا. Si tu pars là-bas pour aller prendre ta qualification, c'est toujours dur, c'est toujours dur. Donc on a pu surmonter la pression, on a pu surmonter tout ça. Ah, c'était incroyable, c'était impressionnant. Les joueurs au Soudan, je ne pensais pas que c'était comme cela. J'ai jamais vécu cela, c'est une expérience inoubliable. En arrivant, voir des militaires autour du stade, toute l'ampleur de ce match, c'était incroyable. On était enfermés dans l'hôtel, on ne sortait pas parce qu'on ne devait pas sortir. Parce que c'était mieux pour nous rester à l'intérieur, parce qu'à la Ligue, quand il sort, il y a des gens qui viennent sur vous. انا جاي عشان اصعد، كل ده هينتهي. هنقعد في الاستاد ساعتين، هنقعد ثلاثه، هنقعد اربعه، هنتعب شويه، لكن بمجرد ما هتوصل وهترتاح اللي هتحس بيه هو طعم المكسب. فمهم جدا ان انت دايما في دايره الاهتمام ودايره التركيز، ما تشتتش نفسك. المكسب لحظه، المكسب لحظه، والبطوله في تفصيله، تفصيله صغيره. قعد معانا كابتن محمود طبعا قبل الماتش بيوم، قال لنا خلاص هو ده النادي الاهلي وده قدركم، انتوا دلوقتي جايين بحمل 70 80 مليون. Après le bid afsha donc il savait que ça allait mal tourner. ما عملناش دعوه، يحصل احنا رجاله وهنكمل، مش هنخاف نكسب. لعيبه النادي الاهلي بجد هي اللي بتعرف تقف في الظروف دي، يعني هي اللي بتعرف تتعامل مع المواقف الصعبه دي، عشان كده انت مختلف عن اي لعيب تاني في مصر. يعني لو ايه حصل، يعني لو هنموت في الملعب ده ما فيش غير اخر امل لينا. حسب سعد ايه؟ جو 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 جو. احنا كنا عايزين ان احنا نكسب، فضغطنا اخر 10 دقايق جه فينا جون وكان هيجي فينا التاني بس لولا اوفسايد. كرم من عند ربنا طبعا ان هو اوفسايد، لان احنا يعني ربنا حاسس بينا ان احنا تعبنا واجتهدنا. هتناموا بالعرض؟ لا طب تعالى خلي اسند على الشنطه دي بس عشان ما تجيش حاجه من حط دماغه هنا بالعرض، مش عايز ينام. الكوتش كله جنب الدكتور نزل الملعب فشايلني على الترول كده وخارج، بقول له يلا يا دكتور بسرعه عشان عايز انزل، مفيش الا دقيقه ومش هينفع نلعب ناقصين ماتش زي ده. يعني قال لك نزل فين يا حبيبي، انت مش في وعيك اصلا. Oh!
معلش خلاص انتهى الموضوع خلاص امشي انا كنت قلقان بيحصل حد يحصل له حاجه من اللعيبه حد يحصل له حاجه من الجهاز حد يحصل له حاجه من الاداره حد يحصل له حاجه من اللعيبه اللي فوق ماتش كوره مش راح نحارب بعد المقابلة الأجواء كانت صعبة على كل الناس اللي كانت موجودة لكن هذه هي قيمة النادي الأهلي إن أنت تعرف تسافر وتعرف تجيب الترشح من أصعب الظروف. They respect Mamelodi Sundowns unlike before. احساس بالانتقام احسن اللي احنا كنا عايزين نلعب في ساعتها اول ما سمعنا القرع كنا محتاجين الماتش ده ان احنا نرد فيه اعتبارنا الحمد لله جات لنا بسرعه يعني ما تاخرتش الماتش اللي خسرنا فيه في جنوب افريقيا خلى عندي حسره كبيره دخلت المقابله لازم نعمل حاجه في المقابله دي الواحد يتمنى اللي هو يلعب الفرقه دي تاني عشان يصعد من خلالها You know, we knew it's gonna be a game of revenge. والقرعة شغالة يعني أول ما طلع الأهلي الأول وبعدين صن داونز على طول بعدين. ليا واحد صديق يعني أنا بعتز بيه جدا طبعا وكل حاجة يعني فلقيته بيكلمني على طول قلت له البطولة دي بتاعتي. And it's a big club and the atmosphere is unbelievable. It's one of its own and that's why me and the players we were capturing the scenes from our phones. يعني هزني من جوه ده حقيقي يعني حسسني ان انا ان الجمهور ده محتاج البطوله دي فعلا حسينا كله كان جسمه مقشر وكله كان عمال يقول يا جماعه البطوله زي ما في وقت من الاوقات المشجع بيقول ان انا يشجع يموت انا برضو يكسب يموت اهو جالك اللي انت كنت مستنيه من السنه اللي فاتت ورينا هتعمل ايه as much as we had the supporters of Mamelodi Sundowns who made noise with the drums but the Ali vibe is stronger and powerful to be honest It's all about understanding, you understand? I can smell him and what he wants. When he gives me this ball, I know he will continue to run. Very well all game long. And it's the Tunisian international left back, Ali Maloul. كنت مركز بدرجة كبيرة لأن أنا لازم مقابلة هذه رجع في الاعتبار لرواحنا والنادي. Ali Maloul was having a great day that day. He was just overlapping and overlapping all the time. Maloul ignores that and scores the second. كل ما تعديش ما بيني وانت انا طالع انت تنزل تغطي كلنا بجد كان نفسي ان انا العب الماتش ده فاللي كان موجود كان هيأدي بنسبه 200% يعني فما ناس شكت في النادي الاهلي بعد خساره السوبر وهم رقم واحد لكن النادي الاهلي يقدمه هو رقم واحد احنا كنا مستنيين الماتش ده كنا مستنيينه بقالنا سنه اللي عرفته هناك ان في جنوب افريقيا الاكسجين قليل شويه وسافرنا عملنا ريكفري يوم تاني يوم تمرينه بدني جامده جدا
حمل علينا كلاعيبة وكإدارة وكل الناس يعني اللي احنا لازم نكسبهم هناك. بصراحة أنا اتعلمت كتير قوي من اللعيبة اللي معايا، لأن أنا ممكن أكون لعبت أفريقيا قبل كده وممكن أكون لعبت منتخبات، لكن اللعب في الأهلي مختلف. رجعنا احنا لسه ما تأهلناش، احنا لسه ما عدناش سان داونز، احنا خلصنا شوط هنا لسه باقي شوط في سان داونز ولازم نعديه. من العداله بتاع كره القدم ان هي بتدي لك فرصه ثانيه لرده الاعتبار او الانتقام الكروي. كنا عايزين عندنا صلح، احنا لازم نكسب ونكسب، ولو جبنا جول نجيب الثاني، ولو جبنا الثاني نجيب الثالث. كل اللعيبه كلها جدعه على كده ومركزين على كده. كلام كان كلام واحد من جميع اللاعبين ان احنا جايين هنا مش ننتصر، نجيب الترشح من سان داونز. انا كنت بعمل عمليه وميعاد الماتش ميعاد الطياره اللي انا راجع فيها على مصر. حصل موقف غريب جدا، ف ان انا حضرت الجون الاولاني فقعد في الطياره 4 ساعات من المانيا للقاهره، انا هموت واعرف النتيجه ومفيش، خلاص احنا في الجو يعني، انت الحل الواحد تقعد تدعي بس وانت فوق، انت قريب من ربنا بس تقعد تدعي وانت في الطياره. فعمال اقول يا رب يا رب ومعرفش النتيجه ايه. فكل شويه اسال الطيار يعني ما تحاول تعرف تتصل لنا بحد بتاع عن طريق بقى اي حاجه، فمفيش، الموضوع صعب جدا. فقربنا ننزل فالمضيفه جت بتقول لي الماتش خلص 4-1. قلت لها ماتش ايه اللي خلص 4-1؟ فانا قعدت في حاله هستيريه انا ما اعرفش، وهي مش فاهمه في الكوره ما اعرفش بقى، كان قصدها على ماتش قديم او حاجه. فطبعا انا قعدت مش عارف 4-1 لينا، طب 4-1 هتجنن. فقعدت بالظبط في 10 دقائق في احساس توتر وخوف وقلق، وبرده في اوقات طب يا رب يكون احنا كسبنا بس. فقبل ما ننزل الطيار جه قال لي مبروك وكده وصعدنا والنتيجه. فكان بقى معايا مراتي وبنتي فكنت طاير من الفرحه. نفس المكان فعلا اللي انت خسرت فيه بالنتيجه دي، لا احساس حلو جدا، حسيت بمعنى الخساره اللي انت خسرتها، وفي نفس الوقت انت طلعت الفرقه في ملعبها. Yeah.
grand pas pour gagner cette Ligue des Champions et je me suis pas trompé, je me suis pas trompé. Ali was stronger, was more defensive, properly organized, and they respected Mamelodi Sundowns. Unlike before, they just came as a big club to win, but this time they respected. الاداره مش اللي انت تدير والامور مستقره، يعني الاداره اللي انت بتدير والامور بتكون صعبه. احباط جالي شعور بالاحباط وقتها، انت مش عارف بقى خلاص هتكمل ولا لا، شغلك بيبوظ، الدنيا بتبوظ، الدنيا بعد ما حققت حاجات كبيره ووصلت لمستوى كويس انت عايز تحس ان بعد كده مجهودك كله راح على الارض. C'est une période quand même très difficile, très difficile. Le lockdown, trois mois à l'appartement, c'est un moment très très dur. يعني الفترة بتاعت كورونا دي قدرنا ان احنا نستفيد بيها صح، ان احنا طبعا كنا واخدين برامج بنتمرن في البيت وكل يوم برنامج كان الراجل بيراجع معانا. اجتهد وتعب في البيت اتمرن علشان لما ترجع تبقى واقف على رجلك، كل يوم كده لمدة اربع شهور، فتخيل انت كل يوم عندك امل انك هترجع وقاعد بتتمرن في البيت. انت كلاعب انت ما بتصدق توصل لفورمه، وانا بتقول ايه عايز امسك فيها، ربنا يستر الاصابات ما تجيليش، ما يحصلش ايقافات، ما يحصلش حاجه، عشان خاطر الفورمه دي الماتشات هي اللي بتجيلها دايما، الماتشات اللي بتعلي مستوى اللعيب. هي بالنسبه لنا ما كانتش بتضلم، هي بالنسبه لنا كانت مجرد بريك علشان هترجع تكمل اللي عندك. اموره رجعنا، بس رجعنا في 50% من قوتك، مش 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 100%. اللحظات دي ما بتتنسيش، بالتحديد في ماتش أسوان دقيقة 21 الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي، وإحساسي نفسيا كانش حلو خالص، لكن في الأول وفي الآخر لازم يبقى عندك يقين إن ربنا ما بيكتبلكش حاجة وحشة، ولازم يبقى عندك ثقة في ربنا وثقة في نفسك وفي مجهودك إن أنت ربنا مش هيضيع تعبك في أي وقت. Cet aboutissement de la saison, je voulais aller jusqu'au bout. La fierté d'être parmi ce plus grand club d'Afrique. Et les gens, les supporters, les dirigeants, qui, je me sentais beaucoup soutenu. Donc, il y avait pas, j'ai pas pensé un instant de partir. يعني كل اللعيبه حتى اللعيب الصغير كبير مسؤول، يعني ما كلت الاهلي لما انحضر دي حقيقه. اللعيبه بتيجي كتير وبتمشي Oh.
m'attends pas pour gagner cette Ligue des Champions et je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé. Ali was stronger, was more defensive, properly organized, and they respected Mamelodi Sundowns. Unlike before, they just came as a big club to win, but this time they respected. الإدارة مش اللي أنت تدير والأمور مستقرة، يعني الإدارة اللي أنت بتدير والأمور بتكون صعبة. إحباط. جالي شعور بالإحباط وقتها. أنت مش عارف بقى خلاص هتكمل ولا لأ. شغلك بيبوظ، الدنيا بتبوظ، الدنيا بعد ما حققت حاجات كبيرة ووصلت لمستوى كويس أنت عايز تحس إن بعد كده مجهودك كله راح على الأرض. C'est une période quand même très difficile, très difficile. Le lockdown, trois mois à l'appartement, c'est un moment très très dur. يعني الفترة بتاعت كورونا دي قدرنا ان احنا نستفيد بيها صح؟ ان احنا طبعا كنا واخدين برامج بنتمرن في البيت وكل يوم برنامج كان الراجل بيراجع معانا. اجتهد واتعب في البيت اتمرن علشان لما ترجع تبقى واقف على رجلك، كل يوم كده لمدة أربع شهور. فتخيل أنت كل يوم عندك أمل إنك هترجع وقاعد بتتمرن في البيت. أنت كلعيب انت ما بتصدق توصل لفورمه وانا بتقول ايه عايز امسك فيها، ربنا يستر الاصابات ما تجيليش، ما يحصلش ايقافات، ما يحصلش حاجه عشان خاطر الفورمه دي. الماتشات هي اللي بتجيبها دايما، الماتشات اللي بتعلي مستوى اللعيب. هي بالنسبه لنا ما كانتش بتضلم، هي بالنسبه لنا كانت مجرد بريك علشان هترجع تكمل اللي عندك. سمورة رجعنا بس رجعنا في 50% من قوتك مش 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 100%. اللحظات دي ما بتتنسيش. فبالتحديد في ماتش أسوان دقيقة 21 الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي، وإحساسي نفسيا كانش حلو خالص. لكن في الأول وفي الآخر لازم يبقى عندك يقين إن ربنا ما بيكتبلكش حاجة وحشة، ولازم يبقى عندك ثقة في ربنا وثقة في نفسك وفي مجهودك إن أنت ربنا مش هيضيع تعبك في أي وقت. Cet aboutissement de la saison, que je voulais aller jusqu'au bout, la fierté d'être parmi ce plus grand club d'Afrique et les gens, les supporters, les dirigeants, qui je me sentais beaucoup soutenu. Donc, il y avait pas, j'ai pas pensé un instant de partir. كله كبير، يعني كل اللعيبه حتى اللعيب الصغير كبير مسؤول. يعني مقوله الاهلي لما انحدر دي حقيقه. اللعيبه بتيجي كتير وبتمشي والنادي الاهلي بيفضل زي ما هو، بيفضل رقم واحد. هي دي اسم الحياه، بس النادي الاهلي هو ما شاء الله القطر اللي هو بيكمل ما بيوقفش على حد. يعني الفكره دي ان انا دايما بحط نفسي في منافسه، يعني دايما بحب احط نفسي ان انا عايز العب، عايز ابقى موجود، عايز اشارك، يعني حتى في ظل وجود الكابتن احمد فتحي انا كنت بشارك وكنت موجود وعشان يعني انت بتحاول ان انت تشتغل وتعمل اللي عليك وانت يعني مصدق حاجه جواك ان انت قادر ان انت تلعب، يعني عندك امكانيات واثق في نفسك ان انت ممكن تلعب. يقعد هو قدام النادي الاهلي، هو البطل وهو اللي عنده القميص بتاعه هو اللي يلعب، مش مهم من شكون اللي يلبس القميص، لكن القميص النادي الاهلي هو برك هيبه للناس كلها.
السلام عليكم and greetings to everybody at Al Ahly Football Club. I'm Peter Musimane. I mean the African club of the century. انت اسمك كذا وانت اسمك كذا وانت بتلعب كذا وانت لعبت كذا وانا شفتك في ماتش كذا وانت طب خلاص. Yeah, some of them were surprised because I knew their names, you know, and the position that they were, and I knew even the jersey numbers. انا عارفك من مدرب سان داونز. انت بتلعب باك ليفت ومساك, انت من اللعيبه الكويسه جدا. He let me realize the goals and the achievements you want for the team and the things that you need me to improve on. Il nous a juste demandé si on aime le beau jeu. On a dit bien sûr on aime le beau jeu. Of course Ali knocked us out of the Champions League and the same team that knocked us out in the quarterfinals, I proceeded with it to the semi-final. You know, it's yeah, it's another story. It's an unbelievable story that if anybody asked you or asked the world, did you think that it would have happened? I don't think. Tout le monde connaît le Wydad, c'est un grand club. Il faut également le préparer comme il faut. I have never won in Morocco against Wydad, never. انا مبسوط ان انا اكون معاك في الفرقه وان شاء الله هنعمل حاجه كويسه مع بعض. قلت له انا كان نفسي برضه اتمرن معاك والحمد لله. I watched their games. They didn't change the setup. They didn't change the formation. Just like all the time. خدنا بالاسباب كلها, عدينا اللعيبه كويس نفسيا وبدنيا وخططيا, الراجل اتكلم معاهم كتير. تحدي ليك انت ان انت برضه بتثبت لنفسك حاجه, ان انت لا انت هتبقى رقم واحد في المكان ده, او ان انت تبقى يعني الناس بتقول عليك كذا. طب ماشي تحدي بقى. الناس فاهمه الموضوع غلط. يعني فكره الاطوال, عندك لعيبه في يعني لو اتفرج على مدافعين العالم, عندك ممكن لعيب يكون قصير ويخطف الكره من قدامه. هو الموضوع تايمنج, مش موضوع طول. Thank you.
Quand on est sur le terrain, il y a plus d'amusement. Il faut que tu sois concentré du début jusqu'à la fin. عملت دي في التمرين كذا مرة عشان كده لما رحت هناك كنت مركز على دي اللي احنا نعمل بريس وهو بظهره مش هو بوشه. لو هو بوشه هيباص لكن طول ما هو بظهره ضغطت عليه فده اللي حصل الحمد لله وقدرت ان انا اجيب منها جون يعني. Oh, the control. You got to be careful. Oh, it's an easy chance. This is one on one with a goalkeeper. It's in the back of the net. There's your goal. Well, it's 1-0. How about that? Beautifully done. هو شاور عليا عشان هو قبل الماتش قال لي انت هتجيب جون يعني هو قال لي هتضغط الضغط اللي بقول لك عليها هتقطعها وهتروح تجيب جون. فعشان كده انا عملت له دي ورحت له فوق عشان كده شاور عليا. Ali Malul to make it 2-0 for Ahly. Ali Malul, he slots it in, blasts into the corner to make it 2-0 for the Egyptian Giants. الهدف واضح ان احنا لازم ناخد بطولة افريقيا. سام فرد على الوداد دوت يعني لو تعادت 100 مرة يمكن اجيبها 99 مرة. احنا حققنا نتيجة ايجابية هناك علشان احنا كنا الأفضل. احنا كنا الأفضل في الماتش، احنا اللي كنا تركيزنا أعلى. احنا اللي كنا داخلين الماتش من البدايه مركزين 100% just latching on to that through ball nice first touch انا لعبت عليها بقى خلاص ما هو ما فيش بقى انت فاهم انا حتى بصيت على شفت الحكم رايه بيرفع بس كملت عليها برضه كلاس سكورينج ابيليتي تيكس ات ذا سيم بلاير توايس امبارسز هيم بيوند بيليف ابري ان كو فران لي كارنوت غارديان شيناوي il a boxé le ballon et l'adversaire il pensait que j'allais laisser le ballon sortir après je me suis donné à fond et j'ai récupéré le ballon directement j'ai donné à الشعب بلعب بهدوء شويه اكتر لان خلاص ما فيش ضغط احنا يعتبر كسبانين 3-0 said the 27 year old just rising up perfect timing to nod the ball اللي خلى الوداد مش كويس هو النادي الاهلي احنا هنكمل الحلم بتاعنا لحد اخر يوم افريقيا دي حاجه تانية بقى تلعب الزمالك تلعب اي حد تاني بالنسبه لنا البطوله دي ما كانتش هتروح ماتش الزمالك تحديدا كان رد اعتبار لحاجات كتير جدا you go in for the third time you have to go for it now and yeah it's easy to talk but when the reality comes it's a different story that in the last two games, Ali played better than Zamalek. But Ali lost those two games. And then I said to the boys, I said, we can't go the same way. We need to go a different way because you can't go the same way, same way, same tactics, same everything. We need to go a different way. السوبر اللي الناس كل تتكلم مقابلة السوبر الزمالك ما مشاش للمرمى بتاعنا بكورة خسرنا ضربة الجزاء
الماتش الثلاثة كنا أحسن من الزمالك، لكن هذيك هي الكورة. لكن احنا كلاعبين كنا عندنا ثقة كبيرة في روحنا ان احنا مش نتوج باللقب ده. مع الثقة اللي كانت موجودة عند الزمالك كنا متأكدين 1000% اللي احنا لو ركزنا وكنا عازمين ان احنا نكسب هنكسب المقابل. نفرح باذن الله والبشار سعيد علينا باذن الله. Let's go right on our own history. See you on me. Yes. Good goal. Because ideally he's gonna want to, that tells the team. So he's gonna want to let them more defensive, let them more offensive, and then they must combine. الناس ساعات ممكن ما بقاش واصل لها ان اللعيبه حاسه بيهم قوي. فكل اللي الناس بتقوله احنا بنقوله. يعني كل اللي جمهورنا بيقوله احنا بنقوله. فاحنا قلنا على الكلام ده ان احنا داخلين بدوافعنا اعلى، طموحنا اكبر. احنا اكتر فرقه تعبنا في البطوله دي، اكتر فرقه نستحق البطوله دي. هو تاني يا سعد. ايوه روح يلا ياسر. ايه روح تاني. كبار تريننج يا بيكوز ساندي فيرست تايم ذا هول تيم توجذر. علي مالول از باك. So we do recovery for the guys who play Saturday, but the main team, at least 20 minutes serious training. In the morning. No, Afsha is Mike Tyson. You know, short people are very strong. Put him under pressure. Musi. Come. Hey, ah, Musi. Musi. ما عايزين يضحك. تضحك ليه؟ بيضحك ليه يا موسي؟ موسي بيضحك. موسي بيضحك ليه؟ You know Evander Holyfield? Evander Holyfield. He's a boxer. He fought Mike Tyson. Mike Tyson bit him here. Before national team, the ribs, they punch him. Now, yeah. Afsha is a fighter. Mike Tyson. I don't know why. Every time I call you Hamdi, I call Hamdi Ayman. Every time I switch. Same face? No. ده نهائي افريقيا. مختلف تماما. يعني مختلف تماما عن ماتش الدوري وعن ماتش السوبر. يعني انت عايز تفرح 80 90 مليون اهلاوي. احنا لازم نكسب، ملناش دعوه باي حاجه. اداء بقى كويس مش كويس، احنا اهم حاجه نكسب. يا رب يكسب افريقيا يا رب. مهم جدا ان انت تحضر اللعيبه نفسيا. يعني معظم اللعيبه اللي لعبت يعني ما مرتش بالمواقف دي كتير. فعلا المباراه دي بالنسبه لنا كانت حياه. ده نهائي مش هيتكرر في العمر. انت مش ضامن حتى لو اتكرر انت تبقى موجود في النادي ولا لا.
كنا متوترين، كنا مركزين، كنا عاملين كل حسابهم في كل حاجة. بص انا مش عايز اقول لك، انا كنت تعبان نفسيا ومتضايق، بس قعدت كده اقول الحمد لله ما حدش عارف الخير فين. بس انت بيبقى ليك ادوار، يعني دايما بقول ان لعيب الكوره اللي بيحب النادي لما بيجي يبطل كوره بيبقى دوره انتهى ككوره، بيرجع دوره بقى خلاص يبقى جمهور، يعني بيبقى بيرجع للدرجه الثالثه. J'ai senti comme si j'y rêvais mais après c'était une réalité, mais c'était une réalité. J'étais testé positif. Je me suis dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est le bon Dieu qui a décidé autrement. J'ai fait tout le parcours et je vais pas jouer la finale. Je me suis dit que ouais, c'est Dieu qui l'a décidé comme ça et on peut rien contre ça. Peut-être si je jouais la finale, peut-être j'allais me blesser ou l'équipe allait perdre. It's amazing. It's encouraging. It's inspiring. It's, you know, all the time I've been around. Wherever I am, I'm in the hotel. I'm having supper, or I'm having a drink, I'm ordering a coffee. The person who brings coffee says, "Coach, Africa, please." My driver, "Coach, Africa, please." Whatever you do, wherever you go, "Coach, Africa, please." So, look, I just prayed to God that please help me to deliver this trophy to this team. انا بكره انا مش عايز اعيط تاني من الحزن، انا عايز لما اعيط اعيط من المكسب ومن الفرحه. We have to win. We don't have any other choice. We've lost two Africans in a row. You understand? يعني انا مش هخسر الثالث نهائي. من كتر التركيز بقى انت فاهم، في اوقات ما بتعرفش تنام. مضغوط 3 سنين نهائي وما كناش موجود نهائيين، النهائي اللي لازم نكون موجود فيه لازم ننتصر. You know Nelson Mandela, he's going to say that it always seems impossible until somebody does it. Last 8 to 9, if not 10 games, they've conceded goals on the set pieces, a corner kick or free kick. كتير اللعبة كلها كانت كل واحد عارف هيروح فين بالظبط، هيتحرك ازاي.
halftime, I said to them, it's a very difficult game. But do you expect to win the Africa Champions League easy? احنا جبنا الجول مع كده ما كناش موفقين كلنا حتى بين الشوطين كله كان مجتمع بحاجه زي كده اللي احنا مش موفقين بس احنا لازم نكسب كنا احنا عاوزين ان الشوط يعدي يمكن الراجل حتى واحنا بنتكلم مع بعض ان اللعيبه لسه لا في تخوف we've changed a lot of things the way we play the way we move the ball trying to keep possession a lot not to take the game into a fight but to turn a game into a possession football trying to keep the ball a lot and be patient with the ball play be patient pass the ball openings will come and you will score احنا ما كناش قلقانين ان هو خوف لا احنا قلقانين ان البطوله تروح مننا احنا عايزين ناخد البطوله عشان النادي عايزين ناخد البطوله عشان الجماهير يعمل دربيات كبيره التسديده يلا you know it's like boxing when you box and you see that your opponent is going back and is going to the rings on the ropes or in the corner, you have to try and finish it off quickly. أنا تهزيت. لا أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي دي. لحظة أعتقد ما فيش حد هينساها اللحظة دي. C'était incroyable, je ne savais pas sortir, je suis rentré à 4 heures du matin, j'ai perdu ma voix, c'était exceptionnel, c'est une joie immense. Tu es très heureux et heureux que tu es un peu de ce كنت انا فعلا يعني متوقع ناخد الكاس واروح اديله التحيه يعني لان هو مش مستني مني انا في الكهرباء اديله التحيه يمكن هو مستني من مصر كلها تديله التحيه لان هو يستاهل كل ده. انا كنت موعد مؤمن لما جالنا هنا ان هو اللي هيرفع الكاس هو اللي رفع الكاس. Why don't we change the culture? Why don't we start a new history? Be a different generation. Make your own history. اللقطة دي تعب 3 سنين كنت عايز اخد فيهم بطولة افريقيا فدي صرخة من القلب بعد تحقيق البطولة أنا أول ما مسكت الكاس يعني فكرت على طول في بطولة 2012 إن الشهداء يعني والإحساس بالنسبة لي بيتكرر تاني. مراتي جت للنادي وكانت تصورت مع الشامبيونز ليج، من ساعة مراتي تصورت مع الشامبيونز ليج أنا كنت متأكد إن إحنا هناخد الشامبيونز ليج. تو كملنا بابا تو كملنا الماتش بابا. I actually, sincerely, I wasn't expecting it to be like that, but the day it was just like the Egyptian national team is winning the World Cup. التاسعة دي بطولة غالية جدا. جمهورنا بتعود على البطولات والانتصارات الجمهور اللي دايما في ظهرنا وشاركناه عمرنا خليكم فاكرين دايما ان النادي الاهلي مش نادي عادي الاهلي بيصنع طول عمره تاريخ والتاريخ ما بيتحققش بطولة ولا اتنين التاريخ بإذن الله لازم يستمر طول السنين الاهلي وراه مجد ودايما بيسأل ماذا بعد؟ الأهلي عينه على بكرة مكمل في طريقه بعزم ولاده ورجاله وجمهوره